بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الجزء الأول في تمارين قواعد المعلوم والمجهول. الجزئية دي تبع الدرس الأول والثاني في اليونت 8. أول سؤال بيقول موست ستودنتس، طبعا قبل ما أحل عايزك تعرف إن الحل أو علاج المعلوم والمجهول في إنك أنت رقم واحد ترجم الجملة. فلما تترجم الجملة هتعرف أنت عايز تتكلم على معلوم ولا عايز تتكلم على مجهول، وبعد كده بتحدد الزمن المناسب للاختيار. على سبيل المثال موست ستودنتس، معظم الطلاب at public schools، معظم الطلاب ممكن اقول يتعلمون يعني learn، تمام. ممكن اقول يدرس اليهم، يبقى كده مجهول. teach دي معناها يدرس او يعلم، دي معناها يعلم او يدرس. teach برضو معناها يعلم او يدرس. teaching ده التدريس نفسه. are taught يدرس اليهم، يبقى دي مجهول. على فكرة ممكن نقول are taught وممكن نقول learn عادي، ما هو learn يتعلم. ورقم اتنين we not most students، نحن ندرس للطلاب، يبقى we teach. you with your school homework، يعني تعال نشوف كده. do you help، هل انت تساعدك، مش هينفع. does he help، هل هو يساعدك، مظبوطة. are you helped، يعني هل تساعد. على فكرة لو شلنا اليو كنا هنقول هل تساعد في واجبك وتبقى مظبوطة، فهي كده بايظة. is he helped، هل هو سعد، طبعا مش هينفع غير رقم بي، هل هو يساعدك في واجبك. رقم اربعة not with with your homework، يعني في واجبك، يبقى انا عايز اقول هل انت تساعد، يبقى are you helped with your homework. who not، من يا ترى. does the baby look after، من الذي الطفل يعتني به، الطفل اللي بيعتني، الطفل كده هو الفاعل، هو الطفل يعتني بحد، اكيد لا. who looks after the baby، من يعتني، دي معناها من يعتني بالطفل، فهي كده صح مظبوطة. طب who is the baby looked after by، من الذي يعتنى بالطفل بواسطته، يبقى رقم سي كمان مظبوط، يبقى انت كده عندك بي اند سي. خد بالك لو شلنا باي دي من هنا بقت بايظة، لازم لو هنعمل سؤال بهو في المجهول لازم اخر السؤال هيكون فيه باي. طيب بعد كده الصفحة التانية بيقول لك المينتس نمبر 2 these birds، هذه الطيور right now، هذه الطيور تطعم الان، يبقى انت عايز مجهول. are feeding دي معلوم. are being fed ده مجهول. feed يطعم ده برضو معلوم. are fed ده مجهول. حلو، بس انت قلت لي right now، يعني انت قصدك تتكلم على حدث مستمر وانت شايفه قدام عينيك، يبقى are being fed. طب رقم 2 بيقول لك we not these birds، نحن نطعم الطيور الان، يبقى انت عايز مضارع مستمر عشان الان ومعلوم are feeding، نحن نطعمه. how to make a cake، كيفية اعداد الكيكة. خد بالك ده عامل استفهام، فحضرتك زي الشاطر كده هتبدأ تحذف اللي بادئين بالفاعل لانك عايز سؤال. is سما teach، اولا بكل المعايير وبكل المقاييس ما ينفعش نجيب is والمصدر بعدها، يا اما ان احنا نقول is سما teaching وتبقى كده معلوم، او is سما being taught او taught وتبقى كده مجهول. اذا دي باظت، فعشان كده هنقول are you teaching سما، هل انت تعلم سما كيفية اعداد الكيك. رقم اربعة how to make a cake، you طبعا برضه عام استفهام، فانا هشيل اللي بدأ بالفاعل واللي بدأ بالفاعل. is سما being teaching، لا المفروض تبقى being taught، هل سما تعلم. is سما being taught، هي دي المظبوطة. الجملة اللي بعدها when are you delivering the report، متى انت سوف توصل التقرير، دي مظبوطة. when you are، طبعا دي كده غلط لان ده استفهام بعدها فاعل، فدي جملة خبرية. هنا بدأ ب is، is the report delivering، متى التقرير يوصل، لا المفروض تبقى delivered عشان يبقى الفيرب تو بي والباست بارتيسيبل فتبقى مجهول، فدي كده معناها غلط. is the report being delivering، المفروض تبقى being delivered. اذا الاجابه الصح متى التقرير سيوصل، يبقى are you delivering the report، او when is the report being، بس خد بالك بقى هتقول ايه، delivered، وصل. خلصت الصفحه دي كده على طول، ادخل على الصفحه اللي بعدها. بيقول لي هنا بسنت not hard، بسنت should be studied، يجب ان تدرس، ده مجهول. ازاي بسنت يجب ان تدرس، should study يجب ان تدرس، مظبوطه. should have been studied يجب ان كان، يجب ان تدرس، برضو ما غلط. اذا الاجابه الوحيده should study لرقم بي، يجب ان تدرس. طب يا مستر انا يجب ان تدرس، انا ممكن اقولها في المضارع should study، طب عايز اخليها في الماضي، هروح قايل لك بسنت should have studied، should have studied يعني كان يجب ان تدرس، لكن دي كان يجب ان تدرس، طبعا غلط. the patient must not again، المريض يجب ان يفحص، يبقى انا عايز must be والpast participle، ادي must be والpast be examined. طب دي كده معلوم ودي برضو معلوم ودي برضو معلوم، عايز اخلي دي مجهول، هتبقى must have been examined. طيب the operation must not at once، العملية يجب ان تفعل، يبقى انت عايز مجهول، يبقى must be والpast participle must be done.
طيب الجملة اللي بعد كده he might هو ربما not I haven't seen him after his quarrel with the manager هو ربما أنه to read ده يبقى أنت عايز مجهول might في المجهول might be بس عايزك تفهم الحوار أي فعل ناقص عايز بعده be بس participle فدي معلوم be firing دي برضو معلوم have fired be معلوم عايزين نخليها مجهول هنقول لهم might have been fired وهي اللي عملها لك هنا might have been fired طب لو مجهول لو مضارع ده كده ماضي معناها ربما انه تو ري ده طب لو انت عايز تخليها مضارع يبقى هنقول might be والباست بارتيسيبل طب you needn't نفس القصه needn't ده فعل ناقص عايزين بعده be والباست بارتيسيبل be giving لا be given بمعنى هو انت لست بحاجه الى ان تعطى دواء فانت بصحه جيده he is likely to عايز بعد تو يا مستر be past participle زي ما اتفقنا يبقى be chosen يعني ربما انه يختار بعد كده I'd like you I would like اصلا بيجي بعدها تو في المصدر تو والمصدر تمام في المعلوم طب في المجهول تبقى تي بي تو بي past participle هنترجم انا احبك ان تشرح هذه النقطه يبقى تو المصدر يبقى تو اكسبلين طب اللي بعدها انا اريد هذه النقطه ان تشرح يبقى انا عايز تو بي والباست بارتيسيبل يبقى تو بي اكسبليند مستر مش هو مش لايك like بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او تو المصدر حضرتك دي لو هي لايك لوحديها لكن وود لايك لازم تو وبرضه انت عارف ان فيل لايك بيكون بعدها الفعل مضاف له اي ان جي بس يبقى انت عندك ثلاث احتمالات فيل لايك اي ان جي لايك لوحديها اي ان جي او تو المصدر لكن وود لايك تو المصدر طيب عندك رقم 3 I remember أنا أتذكر والله بص يا مستر العايزين ممكن يجيب عليها تو المصدر لو يتذكر أن هو لسه هيعمل ING لو تذكر أن حاجة حصلت فأنا بقول لك أنا أتذكر to Paris when I was young لما كان عندي 10 سنين أتذكر أنني فعلت يبقى remember ING لو معلوم being والتصريف الثالث لو مجهول وأنت بتقول أنا أتذكر أنني أخذته يبقى being taken طب I remember my father أنا أتذكر أن أبي أخذني يبقى ده معلوم وماضي بما انه فعل ماضي فانت عايز اي ان جي يبقى taking me يبقى remember to المصدر لو لسه هيعمل اي ان جي لو عمل هنا مجهول لكن هنا معلوم اللي بعدها notice 5 he was hit on the head not a stick الفكره بتاعت دي انك انت عارف ان باي بنجيب بعدها الايجنت اللي هو الشخص اللي عمل لكن ويز بنجيب بعدها الاداه ودي استيك عصايه يبقى ويز عشان دي اداه this large villa not by my uncle هذه الفيلا تمتلك بواسطه عمي حلو طبعا انت عارف الفيرب تو هاف ما يجيش اصلا اطلاقا في بمعنى مجهول اذا هنستخدم از اون ما احنا عارفين اي فعل هاف في الجمله انت عايز تحول المجهول بتحول الفعل لمعناه بمعنى فاكر لما كنا بنقول مثلا شي is having a good time يعني ايه الجمله دي تعالى ترجمها كده يعني هي تقضي الجمله دي كانها مكتوبه قدامك is spending تقضي وقتا جيدا فلما نحب نعمل مجهول مش هنعمل الفعل have لا هنعمل الفعل spend فهنقول بقى a good time is being spent كمان واحده لما نقول she had meat يعني هي اكلت لحما عايزين نعمل دي مجهول لما تيجي تعملها مجهول مش هينفع نستخدم الفعل have في المجهول فانت بتترجم هي had meat يعني اكلت لحما يبقى الفعل ده كده ايه ده كانه قدامك مكتوب eat فلما تيجي تعملها مجهول فهنقول meat was eaten وتكمل الجمله عادي جدا المهم ان انت ما تعملش have دي خالص في المجهول طيب a thing room غرفه فرديه يعني has been booked حجزت الي انت عارف ان عندك في مجموعه من الافعال بعدها بيكون في to والمصدر وفي افعال بيكون بعدها for بقى في من ضمن الافعال اللي بيجي بعدها for يبقى booked فبوكت فور مي في الصفحه اللي قبل دي مباشره في جدولين كده احفظهم ذا بول ووز ماس باسد باس شيء تو شخص يبقى تو مي طيب الصفحه اللي بعد كده طبعا دي الاساسيه بقى التمرين الاساسي بيقول لك يا عم ايجيبشن كوتن كلوز الملابس القطنيه المصريه اول اوفر ذا وورلد في كل انحاء العالم انت عايز هنا تقول تو باع يبقى انت عايز مجهول طبعا ده معلوم وار تو سيل ده معلوم ار سولد ده مجهول وده مجهول حلو بس انت قلت لي كلوز الملابس فمش هينفع ناخد هاز مع الجمع المفروض كنا قلنا هاف عشان نفكر فيها اصلا اذا الاجابه ار سولد نوت ان ميديكال كونفرنسز ان ايجيبت في المؤتمرات الطبيه في مصر هل الفرنسيه يتحدث بها انت عايز مجهول امو از ار واي ان جي ده كده مبني المعلوم امو از ار والتصريف الثالث ده كده مبني المجهول ودي الاجابه دو داز والمصدر ده كده معلوم
كان والمصدر ده معلوم، انت عايز تقول هل الفرنسيه يتحدث بها، يبقى از فرنش سبوكن. طب ذا كار نوت ويل اتس ات نو لونجر بريكس داون، العربيه دي ما بقتش بتتعطل، يعني معنى كده ان هي صلحت او فحصت بشكل جيد. فانت عايز هنا مجهول، didn't repair لم تصلح، ده مبني للمعلوم. must have been repaired يعني اكيد صلحت جيدا. ينفع نفكر دي. must have repaired ده مبني للمعلوم، اكيد صلحها. can't have been repaired يعني اكيد لم تصلح. ما هو ده مجهول، ده مجهول، ورقم بي مجهول، بس انت بتقول العربيه ما بقتش بتعطل، يعني معنى كده ان هي must have been repaired، اكيد اصلحت بشكل جيد. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 4، I was doing my homework while dinner، انا كنت بعمل واجبي بينما العشاء كان يجهز. خد بالك انت قلت لي يجهز يعني مجهول. is repaired دي مش هنفكر فيها خالص لان الجمله اصلا ماضي وده مضارع. had been prepared عايزك تعرف ان ممنوع تفكر في تام، ماضي تام يعني، مع وايل. وايل دي ما لهاش علاقه بالتام دي خالص، فدي بره اللعبه. العشاء كان يجهز ولا كان يجهز؟ كان يجهز. look our school now، انظر مدرستنا تدهن الان. يبقى انت عايز كده مبني المجهول مضارع مستمر، ده معلوم، ده معلوم. was painting ده معلوم في الماضي، is being painted اللي مظبوطه، دي مجهول بس ازاي ناخد ناو مع مضارع تام. طيب اللي بعد كده رقم 6، the patient a thoroughly بشكل كبير يعني before a serious operation، المريض فحص. خد بالك انت قلت لي فحص فانت عايز مجهول. was examining يعني كان يفحص، معلوم. had examined معلوم برضو. had to be examined كان يجب ان يفحص، ده مجهول. had to examine ده برضو معلوم. الاجابه يا باشا واحده بس اللي واضحه قدامك مجهول، هي دي، ومعناها المريض كان يجب ان يفحص قبل العمليه. تلاقي الدنيا واضحه معاك لو انت مشيت بالترجمه كده، هتلاقي الدنيا جميله. طيب I am hoping that this serious issue، أتمنى أن هذه القضية الخطيرة تحل. أنت عايز كده مجهول. is resolving ده كده معلوم. was resolved ده مجهول بس في زمن الماضي، وأنت بتقول أتمنى وتمره، فدي كده مشيت. will be solved أو will be resolved ده مبني المجهول، ستحل. طب will resolve ده معلوم، بره اللعبة، يبقى أنت خدت رقم دي. because this medicine has a potential to be poisonous، لأن هذا الدواء إمكانية أن يكون سما. it must يجب أن يستخدم، يبقى must be والباست بارتيسيبل لو مضارع، must have been لو ماضي. أنا عايز have used مش معايا، must use معلوم برضو، must be used اللي صح عشان أنت عايز must be باست بارتيسيبل. these trees needs هذه الأشجار need to be باست بارتيسيبل، يبقى بي ووتر دي الاولى. ما انت عارف ان نيد بيجي بعدها في المجهول تو بي باست بارتيسيبل او نيد اي ان جي. ازاي؟ لما اقول لك مثلا فود نيدز كوكينج، الطعام يحتاج الطبخ، ده مجهول. او نيدز تو بي كوكد، يحتاج ان يطبخ. باي نيكست سبتمبر ا نيو سكندري سكول نوت ان اور فيليج، على سبتمبر المقبل مدرسه جديده سوف تكون قد بنيت. انت خد بالك لما قال لك باي فانت قلت لنفسك ده مستقبل تام بس مجهول. طبعا will be built ده مجهول فعلا معاك بس مستقبل بسيط. has been built ده مضارع تام. will have built ده مبني المعلوم. انا هفكر في will be built ولا will have been built، بما انك انت قلت لي في الجمله باي يعني قبل شهر سبتمبر المقبل المدرسه هتكون قد بنيت، يبقى will have been built. بعد كده early people او elderly people sorry، الناس الكبار في السن، كرولي بقسوه لا يجب ان يعاملوا. خد بالك انت قلت لي يعاملوا يعني مجهول. should have treated ده مبني المعلوم اصلا بره اللعبه. shouldn't treat لا يجب ان يعامل، ده برضه مبني المعلوم بره اللعبه. should be treating ده برضه مبني المعلوم بره اللعبه. اذا الاجابه اصبحت shouldn't be treated يعني لا يجب ان يعاملوا. ايه اللي فيها مجهول دي يا مستر؟ جت مجهول ازاي؟ ما هو should be والباست بارتيسيبل وانت عايز معنى منفي. doctors not to do their best، الاطباء أن يبذلوا قصارى جهدهم في وقت الطوارئ، يطلب منهم، يبقى أنت عايز مجهول. are asking ده مبني المعلوم، يطلبون. are asked ده مجهول. have asked معلوم و asked معلوم. general speaking دي يعني عموما، حاجة كده زي كلمات المضارع المضارع البسيط يعني، وأنت عارف ما هو الأشياء اللي بتحصل عموما أو عادة بتبقى مضارع بسيط. I not film reviews because I like to be open minded، عموما أنا لا أقرأ يبقى don't read عشان ده حاجة بتعبر عن حقيقة أو عادة. I thank you أعتقد أنك your energy by sweeping up those leaves، أعتقد أنك تهدر طاقتك لو أنت كنست الأوراق دي أوراق الشجر. توقف عن ذلك كده كده الرياح هتمشيها. wasted ده ماضي، أعتقد أنك
أضعت ده ماضي معلوم، طبعا ماضي معلوم. are being wasted ده مجهول وانا عايز اقول انت بتضيع وقتك، انا عايز معلوم. we're wasting ده كده برضو ماضي مستمر معلوم. طب are wasting ده مضارع مستمر بس كمان معلوم. طيب اقول لك انا بعتقد انك انت بتعمل ايه في طاقتك عن طريق كنس هذه الاوراق، توقف عن ذلك. توقف يعني انت مستمر، يبقى you are wasting. important laws القوانين المهمة not by the parliament lately. lately يعني مضارع تام. اللوز القوانين جمع، ازاي هنقول هاز مع الجمع وازاي هنقول ووز مع الجمع، الاثنين روحوا. القوانين الجديدة have been passed يعني مررت و are passed يعني مررت، ولكن وجود كلمة lately يا مستر بتقولي ان ده مضارع تام، فانا هقول have been passed. الدنيا لطيفة جدا بس ركز. it ايه that، it و that دول هناخد في النص كده verb to be وبعدين past participle او has been past participle. عايزك تفهم كده لما تلاقي it و that عايز واحدة من الاتنين دول. فانا هنا ممكن اقول لك it is reported ده اختيار، او it has been reported. طبعا ده لا و reported لا، had reported لا، يبقى has been reported وينفع is reported. since the bridge منذ الكوبري ايه it will help the traffic flow. منذ الكوبري او لان الكوبري قد اكتمل فانه سيساعد في تسهيل المرور. hasn't completed يعني لم يكتمل، فطبعا ده ملناش دعوه. is completing ده مستمر، كلمه complete ما تجيش مستمر اصلا في في السياق ده. completes ده مبني للمعلوم. has been completed يعني اكمل، ده مبني للمجهول. فبما ان الكوبري اكمل بناؤه تم بناؤه فانه سوف يساعد في تيسير المرور، يبقى since the bridge has been completed اكمل. many people not vegetables in their garden الكثير من الناس يزرعون، يزرع يعني grow معلوم. fossil fuels الوقود الحفري ياتي من، انت بص تقول ايه الوقود الحفري ياتي، انت عايز معلوم فدي مجهول مش معايا خالص. fossil fuels اسم جمع فمش هنفكر في comes. طيب بما ان كده فهنقول fossil fuels come يعني ياتي، لان دي حقيقه. الوقود الحفري بيجي من الحيوانات اللي تحت الارض فده حقيقه مضارع بسيط. the film الفيلم يعرضوا shows يعني يعرض ده معلوم. is showing ده برضو معلوم. is shown ده مجهول ودي معلوم، فانت بتقول الفيلم يعرضوا يبقى خدت لي is shown. these motorbikes هذه الموتوربايكس يعني الموتوسيكلات وكده تصنعوا، تصنع ده مجهول. don't make ده معلوم. و isn't made ازاي موتوربايكس هتقول isn't يا عم الحاج، باقي معاك are made و aren't made. تصنع ولا لا تصنع هنشوف بقى. هذه الموتوسيكلات ايه في الصين، they are from هم من امريكا يعني هي لا تصنع، فانا عايز مجهول يبقى aren't made. this building used any longer هل هذا المبنى يستعمل، المبنى ده مفرد يبقى is. how often the world cup finals held واخد انت بالك من الباست بارتيسيبل ده، يعني انت عايز هنا verb to be. طيب how often the world cup finals النهايات يبقى are. we know that playing football now is a good idea نحن لا نعتقد، انت عايزها معلومة اهو. aren't thinking مش هينفع كلمة think اللي معناها اعتقد تيجي مستمر فطيرنا دي. aren't thought ده مجهول احنا عايز معلوم. وده thinks ازاي مع الوي فهنقول we don't think احنا نحن لا نعتقد ان كرة القدم الان فكرة جيدة. 25 I not an email from the company every time انا ارسل او يرسل الي ايميل من الشركة كل مرة يسألونني asks كل مرة يطلب مني ان افعل شيئا جديدا. طب I am sent لانها مضارع، طب ليه مش was sent؟ قالك every time the manager asks me to undertake ان اتولى ask يعني اي كل مرة يطلب مني، كل مرة يطلب مني شيء فهم بيرسل الي ايميل. طب امال امتى ناخد was sent لو قالك هنا asked كنا خدنا دي. طيب he is said to يقال بانه to عايزه بعدها be والباست بارتيسيبل اللي هو المعنى مضارع. have been والباست بارتيسيبل اللي هو المعنى ماضي. هو يقال بانه خمسه معارضين السنه الماضيه يبقى معنى كده انه هذا ما، يبقى انت عايز من غير been ومن غير باست بارتيسيبل هنا، يبقى he is said to have beaten اللي هي دي معناها انه هذا ما. طبعا عايز اخليها هو زي ما، كنا هنقول to have been beaten. عايزك تركز لو انت قلت لي he is said to have beaten ان هو هزم يعني هو كده فاعل يعني كده معلوم. to have been beaten يبقى ده كده مبني المجهول. يحيى حقي of as كده يعتقد اللي هي is thought. حلو
طيب وانا معايا عايز استخدم كلمه ما زال اللي هي ستيل، ما احنا بنجيب الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين التصريف التالت، يبقى از ستيل صوت، ادي از ستيل سينكينج، لا ستيل الظرف الاول وكده، لا احنا بنجيب الاول الفعل المساعد زي ما اتفقنا وبعدين الظرف وبعدين الباست بارتيسيبل، يبقى از ستيل صوت اللي هي رقم سي، ما زال يعتقد. 28 اي دونت لايك، انا لو احبه بيبل لافينج ات، الناس يسخرون من مين طيب ناقصه having laughed at، لا ما هو having انت عايز تقول انا لو احب ان يسخر، فانت عايز مبنى مجهول، فكده اصلا معنى معلوم people laughed at، الناس يسخرون مني، ما كان المفروض يكون في مفعول. طيب يبقى being laughed at، انا لو احب ان يسخر مني، I don't like being laughed at، يعني انا لا احب ان يسخر مني، عشان كده رقم سي اللي صح. من الميديكال ريبورت، من التقرير الطبي، هي يعتقد يبقى ده مجهول، يبقى is believed، she is believed يعني يعتقد او يتصور او يرى وهكذا. they play the play is suggested، المسرحية is suggested نفس اللي قلناك قبل كده to be والباست بارتيسيبل، او to have been والباست بارتيسيبل، ده لو ماضي مجهول وده لو مضارع مجهول. المسرحية او يقترح ان تلغى، يبقى to be cancelled رقم دي. ادهم was angry because he not to his friend's party، ادهم كان غاضب لان هو لم يدعى، يبقى wasn't invited رقم سي، عشان مبني المجهول. the book not well، الكتاب is to have revised، الكتاب يجب ان يراجع، is to دي انت عارف ان معناها يجب ان، طب والمصدر يبقى كده معلوم. طب لو انت قلت لي is to be past participle فده كده مجهول، وانت عايز تقول الكتاب يجب ان يراجع يبقى is to يجب ان يراجع، يبقى is to re is to be revised. الطعام is to be eaten يجب ان يؤكل. she is really a good friend and she not to كذا، انت قلت لي هي تكون صديقة جيدة وهي لم تفشل، معلوم ازاي؟ يبقى never fails. طب ليه مش هناخدها never failed؟ ما عشان قال لك is يعني مضارع. طيب the lady السيدة of the murder is thought to be innocent، السيدة who was suspected، المفروض ان الجملة كده حلو عايزك تفهم دي كويس، who was suspected يعني التي اتهمت، فانت ممكن تكتبها who was suspected او تشيل who وتشيل was وتسيب suspected بس، وده اللي حصل هنا suspected على طول. طيب ليه ما ناخدش is suspected؟ is suspected معناها يتهم، ودي معناها اتهم، ينفع اقول لك السيده اتهمت بالسرقه تكون كذا؟ لا، يبقى انت هتقول بقى زليدي، وبما ان هنا از فدي اكيد كانت مضارع برضه فهي از، فانت هتشيل الفيرب تو بي وتشيل الضمير الوصل وتسيب التصريف الثالث. لو انت مش فاهم قاعده ضمائر الوصل موجوده على قناه اليوتيوب، اكتب لي في الجروب وانا هجيبها لك. وات ار يو دوينج ناو، ما تفعل الان؟ انا افكر، يفكر تنفع تيجي مستمر، يبقى اي ام ثينكينج، لكن لو معناها يعتقد ما تجيش مستمر. زانوبيان ميوزيوم، المتحف النوبي by most tourists يعني يحبه او يحبه يعني، فانت عايز مبنى المجهول. طيب loves ده معلوم و is loving ده معلوم، فانت عايز واحدة من الاثنين، is being loved او is loved، الاثنين دول معناهم يحب او يفضل. طيب مين في الصح؟ ما هما الاثنين هما مجهول، ما انت عارف ان كلمة love اللي معناها يحب ما تكش مجهول، يبقى is loved. طيب بعد كده insects الحشرات، disease الامراض، or people والناس، usually ايه عادة بيعملوا ايه في الاشجار؟ يقتل الاشجار، فانت عايز مبني معلوم. طبعا has killed مش هينفع بعد الثلاثه دول نجيب هذا المفرد، المفروض تبقى جمع. have been killed ده مجهول، are killed مجهول، يبقى kill على طول. رودينا remembers not to her remember، انت عارفها مستر مع remember ده، انا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اخد to المصدر يا اما اخد ing، انا كطالب بفكر في كده وانا بحل، دي لو لسه هيعمل، طب ing لو هو عمل حصل. رودينا تتذكر الى حفل زفاف صديقتها انها عزمت، انها دعت يتم دعوتها، فده ماضي، يبقى remembers being invited، انها عزمت. طب ايه من دول structurally correct، معموله صح من حيث الاستراكشر؟ the exercise can't revise، التمارين لا يمكن ان تراجع، ده معلوم وده غلط، لا يمكن ان تراجع. can't be past participle المفروض، هنا قال لك can't be ing برضه غلط. must have been revised well it's full of mistakes، بقول لك يبقى التقارير او التمارين mustn't have been revised عايز يقول اكيد لم تراجع، وانت عارف ان must في الاستنباط ملهاش نفي، ما ينفعش mustn't، ينفعها can't، فالمفروض كنا قلنا can't have been revised، can't have been revised يبقى رقم دي. السؤال ده سألني كده في الاستنباط والمجهول مع بعض، فسؤال مركب،
فانت قلت لي بقى ان التمارين اكيد مش يعني كانت هاف بين باست بارتيسيبل. طب رقم 40 بيقول لك هو لوكس افتر يور جاردن، مين اللي بيعتني بحديقتك؟ ايه الاختيار اللي بيديك نفس المعنى؟ هو از لوكد افتر يو، هو بيقول لك من يهتم بحديقتك، يبقى انت هتقول لي من هو، وبعدين الفيرب تبقى عشان ده مجهول از، وبعدين يجيب المفعول اللي هي يور جاردن فتكمل بقى. طبعا داس دي معلومه مالناش دعوه بيها. هو از لوكد افتر من يعتنى بحديقتك برضو غلط. هوم لوكس مش هينفع نستخدم هوم دي اللي كان قبلها حرف جر، ما انت عارف انا ممكن اقول لك هو از فود كوكد باي، دي واحده، او باي هوم از فود كوكد. ركز في الصيغتين دول كده معلش. لو انت سالت الجمله لو بداتها بهو زي ما اتفقنا في المجهول، فلازم من اخر الجمله هنجيب باي، في النص هنجيب الفعل المساعد، وبعدين المفعول، وبعدين الباست بارتيسيبل، او نبدا بباي هوم برضو، بعدين الفعل المساعد والمفعول والباست بارتيسيبل. فدي كده باظت لان انا ناقص حرف جر، ودي معلوم، يبقى الاجابه هنا هو باي هوم از يور جاردن لوكت افتر رقم دي. اي هاف ا تويوتا، عندي تويوتا، استنى يعني انا امتلك، يبقى انت هتحط مكانها كلمه اون او كلمه بو سيز. طيب تويوتا از هاد، لا هاف ما تجيش مجهول يا مستر، تويوتا اونز مي، تمتلكوني برضو، لا يبقى دي الاجابه الصح ان تويوتا از بوزيزد او از اوند، يعني تمتلك بواسطتي. ام اولويز تشوزن تو بريزنت ماي سكول، انا دائما يتم اختياري لتمثيل مدرستي، ده معناها ان زي اولويز هم دائما تشوز مي يختارونني لتمثيل مدرستي. اه مظبوطه. اي ام اولويز تشوزنج، انا دائما بختار، لا اي ام اولويز بينج تشوزن، اه ما هي دي مجهول، بس ده مستمر والجمله الاصليه اصلا مع مضارع بسيط، فانت لازم المضارع البسيط يتحول لبسيط، المستمر يتحول لمستمر. والاخيره دائما مدرستي از اولويز تشوزن، تختار دائما، برضو باظت. ماي از هيلبينج مي ويز ماي كوكينج، يعني ماي بتساعدني في الطبخ، ده معناها ان اي كوك اون ماي اون، انا بطبخ بنفسي، لا طبعا. طب اي هيلب ماي ويز ذا كوكينج، انا بساعد ماي في الطبخ، ده برضو غلط. طيب يبقى اي كوك اون ماي اون دي غلط. اي هيلب ماي ويز كوكينج، انا بساعد ماي، لا ده ماي اللي بتساعدني، فبرضه باظت. اي ام بينج هيلبد، انا اساعد، ده اه مجهول. اي ام هيلبد ويز كوكينج، اه ده برضه مجهول، وده برضه مجهول، بس الفرق فين؟ انك هتشوف الجمله الاصليه از هيلبنج، يبقى ده مستمر، يبقى اي ام بينج هيلبد ويز ذا كوكينج اللي صح. رقم 44 بقى، الجمله اللي بعد كده 44 بيقول لك اسراء ويل جيف مي، اسراء ستعطيني هاند، هتساعدني يعني في الهاوس ورك. اي ويل بي هيلبد ويز ذا هاوس ورك باي اسراء، انا ساساعد في العمل بسيط اسراء، صح. اسراء ويل هيلب مي، اسراء سوف تساعدني ويز ذا هاوس ورك، صح مظبوطه. اي ويل بي جيفن اسراء از هاند، يعني هتخطب لاسراء يعني ولا ايه؟ فرقم اي اند بي. طيب 45 بقى، ذا بوليس، البوليس ارستس، ارست البوليس بيقبض على التيرورست الارهابيين، ده معناها ان الارهابيين وير، لا غلط، ليه؟ اصل ارست ده مضارع، لكن وير كده بقت ماضي، فالجمله باظت. تيرورستس جيت ارستد، ده مضارع مظبوطه. تيرورستس ارست، الارهابيين بيقبضوا على البوليس، لا يبقى رقم سي اللي صح. Never allow others to laugh at you. لا تسمح للآخرين بأن يسخروا منك. Don't let others laugh at you. ما هو allow زي let، بس allow عايزة to، let مش عايزة to، يبقى رقم ايه مظبوطة. Don't let others laugh at you. لا تسمحوا للآخرين بأن يضحكوا أو يسخروا منك، مظبوطة. يبقى don't let others laugh at you at all. Don't let others laugh at you. Never let others be. Never let yourself، لا تسمح لنفسك بأن يسخر منك، يبقى انت كده عندك A و B و C كلهم صح. I see this old man crossing the road every morning. هنا بقى في حتة مهمة عايزك تعرف، ان هنا C جبنا بعدها الفعل مضاف له ING، يبقى في المجهول هيبقى ING برضو. I see this old man by crossing، برضو by ديت منين؟ This man is seen crossing، دي مظبوطة. This old man sees me، هو اللي بيشوفني، لا ده هو اللي بيرى. I cross the road every morning، انت مالكش دعوه بالحوار خالص، يبقى هذا الرجل يرى وهو يعبر الطريق اللي هي رقم B. طيب اخر جملتين 48، I am worried that the manager will fire me، انا قلق ان المدير سيطردني، ده معناها ان I am worried about being fired، انا قلق من ان اكون مطرودا من ان اطرد، صح. I am worried about firing the manager، انا قلقان من اني هطرد المدير، لا ده هو اللي هيطردك. انا ساطرد بواسطه المدير اللي هو قلق، يعني انت كده بتقول انا هطرد بواسطه المدير اللي هو قلق، يعني المدير اللي قلق، فبرضه باظت، يبقى رقم ايه اللي صح. I expect that he will help me، انا اتوقع انه سيساعدني، ده معناها
ان هي از اكسبكتد تو هيلب مي، صح، هو يتوقع ان يساعدني. انا اتوقعه ان يساعدني برضه صح، انا اتوقعه ان يساعد، يبقى باظت A and B. طيب كده خلصنا الحمد لله الجزء الاولاني. انت نزل لك فيديوهات شرح وتمارين للمجهول في فيديوهات قديمة لازم تسمعها عشان فيها افكار محترمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.